إن أرجوك لا تعامل عائلتك هكذا. لستما من عائلتي أيها الوحش البشري. أعتقد أنكما لن تقاوما بعد الآن. ماذا يجري هنا؟ ما خطب بن؟ لا فكرة لدي. كنا في طريقنا إلى متحف حساسية الحليب، ثم أصح في الغابة مرتدية ملابس أميرة، وأراك تصارع الحيوانات مرتديا جلد ذئب. يبدو لي أننا خضعنا لتنويم مغناطيسي. تنويم مغناطيسي؟ لكن من قد؟ حسنا، إنه زنبوز صحيح. ما هذا؟ يبدو أن أحدهم عرف كيف يتخلص من حيلتي. أين وجدتم انعكاسا؟ النهر. أوه، كان علي تجفيفه. والآن هيا سلم على ضيف الشرف. ضيف؟ لا أعرف ما تخططان له، لكنكما لن تفلت بهذا. أجل، نعرف كيف نتخلص. اسكتا، لا تتكلما مع الملك بدون إذن. نفذت أوامرك يا سيدي، كيف أتعامل معهما؟ ملاحظة لنفسي، العرش القادم بسلالم أقل. لما تريد أن تكون ملكا؟ أريد أن آكل وأرتاح وأستمتع بالفخامة. جاءتني فكرة. اسمع أيها الصبي، تقوم بعمل رائع. ما رأيك أن تقرر أنت ما تفعله بالسجناء الآن؟ اختار بور أرمز، سيكون هذا رائعاً، إنه المفضل لدي. إنها مجرد حفرة، بل ليس مبدعاً وإلا كنا في ورطة. لا يهمني إن كان منوماً، إنه معاقب. ما هذا في رأيك؟ إنها أكثر من 20 من حيوانات الغرير ستنضم إليكما حين يحترق هذا الحبل. أثبت بن أنني مخطئة، فهذا مبدع حقاً. أيها الفارس الشجاع، لم ألحظ كم أنت قوي ورائع. التملق لن يوقف حيوانات الغرير. أنا أقصد قول إنك تعمل بجد لحماية المملكة. نعم، أكثر من الملك المزعوم على الأقل. إلى ما ترميان أيها الخائنان؟ صحيح، ماذا يريدان؟ انظر ماذا يفعل الآن. بالتأكيد يستمتع بوقته ويتأمر على الناس. إن ملكي مشغول جدا. هو لا يفعل أي شيء، إنه فقط يتأمر على الناس. هذا صحيح، إنه يستمتع اليوم زيادة عن اللزوم. في الحقيقة ستكون أنت ملكا أفضل. ما تتحدثين عنه هو خيانة. فكر بفائدة ذلك للمملكة. مقاتل مثلك يدير كل شيء، شخص يليق بالمنصب. سأوقفك أيها المهرج. تعال إلى الملك الآن في الحال. ما نوع هذه الحيلة؟ إنها حيلة عجيبة. واو، من المفترض أنك منوم مغناطيسيا. عد إلى فريق زنبوزو. الفارس بن، عليك أن تسرع قليلا. تخلص منه بسرعة. انتهى زمن أوامرك. لا يحق لك أن تأمرني، أنا الملك. ماذا يجري هنا؟